تعرب وزاره الخارجيه عن وافر الشكر والامتنان لسلطنه عمان الشقيقه على الجهود التي قامت بها الجهات المختصه في السلطنه لتنسيق ومتابعه اطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم الى مملكه البحرين وتعتبر الوزاره قيام الجهات القطريه المختصه بالافراج عن المواطنين البحرينيين خطوه تعكس الروح المطلوبه لاستكمال معالجه الموضوعات العالقه بين البلدين من اجل تعزيز مسيره التعاون بين دول المجلس املين ان يتم كذلك اطلاق سراح البحاره الاسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينيه مراعاه لحالتهم الانسانيه